تينات وحشتكم. هنا رجعنا للمهرجان صفاقس. مونا قديش من المهرجان واحنا ما معناتها ما كانش سنا معناتها مش في البروغرام اللي احنا باش نعملوا تورني. دونك جوست المقربين والاصحاب وانا اتفقنا اللي ما فيها باس كي نعملوا سهريه في صفاقس سنا ونقول لهم ان شاء الله نعديو لكم سهريه حلوه ان شاء الله نعملوا جو صفاقسي 100% مع بعضنا ونولعوه المهرجان بتاع سيدي منصور. تحية كبيرة 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 صاحب سهران مع تلميذة صاحب أنا عم فكر فيه صاحب غنية البنية غنى على البنية هو بول ثلاثة والفنان التونسي أحمد شريف. مساء الخير جمهور صفاقس الغالية صفاقس العزيزة. مانيش باش نجم نوصف لكم الشعور اللي نحاسو تو فوق الركع هذايا اللي بدينا فيه من أول خطوات الفن. طفل صغير ما بعد الاشباع من عينيك هي 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 وايديك مثل الحالي يخفي صدى الإحساس
ما حدا حتى المعاني بالنظر ما صار. قولي حبيبي خليها طويلة قدرت تشيلك من بالي وسهران معاك الليلة هالهموم سارح بخيالي جربت سنين طويلة قدرت تشيلك لقيت الفرحة بعيني سهران معاك الليلة خاص على خاطر اول حاجه انا ولد جهه ومن اللي بدا مهرجان صفاقس انا كنت من العبيد اللي تجي تحضر في الجمهور ونعرف شنو معناتها يبدا جمهور شيخ وجمهور فرحان بيك دونك هذه نعمه من عند ربي عبيد ما نسيتش الاغاني وتغني فيها باحساس وتغني فيها بحماس دونك هذه حاجه تشرفني وتحمسني برشا باش نرجع تولد الدومين بطريقه اقوى ان شاء الله